ثلاث ساعات من النقاش حصيلتها إقرار مشاريع تنموية للشباب نصيب منها، لائحة تراخيص بيع المواد الغذائية في المركبات المتنقلة كانت أولى القرارات التي تم اتخاذها. إقرار لائحة العربات الموجودة والقاطرات للسيارات، احنا نتمنى ان شاء الله المشروع هذا يستفيد منه الشباب الكويتي والأخوة الكويتيين استفادة منه في المعقول، وننبه تنبيهنا للجهاز التنفيذي، نرجو من الجهاز التنفيذي عدم الازدواجية في تراخيص السيارات، ان اتفقنا ويا الجهاز ان لا ما تحدد وتكون بالنسبة للمنافسة موجودة ولا احد يقدر يحكر الموقع له بالذات. توسيعة شوارع شبكة الطرق بالموازاة مع التوسع العمراني حديث أثمر عن موافقة على طلب جهات حكومية. كانت هناك عندنا أربع مواضيع خاصة في وزارة الأشغال العامة وتتعلق في جسر جابر، بجسر شيخ جابر، وطبعا أيضا في مشروع آخر وصلت الجسر، وصلت الدوحة، وأيضا وصلت الصبية. فتسهيلا من المجلس للمشاريع الحكومية تم اتخاذ القرارات اللازمة والموافقة على هذه التوسعات، وأيضا سكن العمال وطلب الوزارة للمقاولين في مواقع خلط الخرسانة في بعض هذه المشاريع. انتقادات طالت بلدية الكويت لتضارب ردود بين الجهات المختصة في الجهاز التنفيذي. لا زال المجلس يعمل على قدم وساق لإنهاء جميع الملفات الموجودة وبعض الملفات كذلك العالقة والتي تحتاج إلى آراء فنية، لكن حقيقة مرارا وتكرارا نكرر حنا بالتوافق ما بين جميع الإدارات في الجهاز التنفيذي وعدم التضارب في التقارير المحالة للمجلس. رأينا اليوم في الجلسة يعني في عدة مواضيع فيها تضارب ما بين الإدارة القانونية والجهاز التنفيذي. جلسة طويلة وقرارات كثيرة واقتراحات بتخصيص أراضي ومباني لذوي الإعاقة الذهنية، فضلا عن معاملات جهات حكومية والتقارير ورسائل الوزارات الدولة لتدرج في الجلسة القادمة. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.